السؤال ليه الكوارث، ليه المصايب، ليه التجارب، ليه الألم؟ والسؤال الثاني اللي بيمشي مع السؤال الأول هو مين المسؤول؟ هل الله مسؤول حتى لو إنه مسؤول نوجه أصابع اتهام لإله، ولا الشيطان مسؤول، ولا أنا مسؤول؟ مين المسؤول وليه؟ صدقني يا أسيس نزار، أنا قصدت الرب أرشدني أحكي الخبرة دي في الأول، ما كنتش محضرها يعني ده بس علشان أقول لكل مشاهد أنا مش بقول كلام من فراغ، أنا بقول كلام مالي قلبي. أول حاجة قلت لما ابني يسألني ليه جاني السكر، لما واحد يسألني ليه المصيبة اللي أنا فيها، صدقني أقول عن قناعتي القلبية. وممكن البعض ما يتفقش معايا، أهلا وسهلا، لكن بقول أول قناعة قلبية عندي إن الرب صالح. الآية دي اتكررت كام مرة في الكتاب، احمدوا الرب لأنه صالح إلى الأبد رحمته. يقول الرب صالح للكل، للكل مراحمه على كل أعماله. فقلت أول شيء لازم أفكر فيها وعايز ابني يتشبع بيها إن الرب صالح. أيوة. الرب صالح في كل ما يفعل، في كل ما يسمح به. صح ولا غلط؟ لا صح. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فقلت أول حاجة الرب صالح. إحنا المشكلة الكبيرة بتاعت مجتمعنا إن لما بتحصل أمراض أو تجارب أو أزمات على طول إما نروح ناحية الله أو ناحية الشيطان، لكن بننسى. لأن أنا لما عدت أفكر في الموضوع ده لقيت أسباب كتيرة جدا. قلت السبب الأول بننسى الحرية البشرية الغير مسؤولة، يعني واحد من أهم الأسباب من وجهة نظري الحرية البشرية الغير مسؤولة. تقول إزاي؟ أقول لك النهاردة لما نقول الشر والمصايب اللي بتحصل كتير في العالم مش الله هو السبب، ده بيجي إنسان مجنون، إنسان معتوه، إنسان بيسيء استخدام الحرية اللي الرب ادهاله. فيجي النهاردة رئيس مجرم ولا يعرف حاجة عن ربنا. لما نقرأ عن صدام عمل قد إيه صدام، لما نقرأ عن هتلر عمل قد إيه هتلر، الحرب العالمية الأولى والتانية تسبب في قد إيه جرحى وقد إيه قتلة وقد إيه دمار في البلاد، قد إيه دمار في البلاد. النهاردة داعش واللي بتعمله داعش، قد إيه بلاوي بتحصل. اللي حصل في كل منطقتنا العربية، لما نقول اللي حصل في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، مين اللي وراه؟ مين اللي عمله؟ مش إنسان أو تخطيط بشري لناس ما عندهمش ضمير ولا عندهم رحمة ولا عندهم محبة، فأفسدوا الحياة اللي احنا عايشين فيها. مش هيك بنسميه تخطيط جهنمي، مش كده؟ هل تتفق معايا في كده؟